المشاكل بكل صراحه، وان كان التعيين سيكون توافقات على تمثيليات الجماعات تمثيليات الاقاليم فبعض الراي الاطلنا سنكون ان شاء الله بعد موافقتكم موفقين في السرعه في العالم. اذا جدول الاعمال ديال اليوم يهم تعيين ممثلين ديال مؤسسه التعاون بين جماعه العاصمه في لجان التتبع واللجان التقنيه. البدايه تكون مع على تعيين سته ديال الاعضاء بلجنه التتبع لاتفاقيه تدبير المفوض للمرافق تطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء. ان لم يكن هناك مانعا حسب التوافق على الاخوان العمراني جلال حداخ جبال عبد اللطيف سودو خديجه بوعدي. اذا ما كانت شي تحفظ ولا سميتو نمر للمصادقه. اجماع. شكرا جزيلا. فيما يخص لرضا واجباريين تيكون واحد من اعضاء اللجنه يترأسوا اللجنه هناك الاخ العمراني ثم السي عبد اللطيف سودو عضو من المجلس. اذا هذو الاسماء المقترحه للجنه التقنيه. سويت اجماع. النقطه المواليه تهم ممثلي لجنه تتبع النقل الحضاري. الاقتراح هو السيد رئيس العربية الرويش عفوا والاخ اللميني عزيز. اجماع. اجماع. شكرا. فيه تمثيليتين، الاولى تكون لرئيس مجلس العاصمه اذن عبد الربيه، ثم في العضويه الاخ نور الدين الزرق. اجماع. سويت اجماع. لجنة ونقترح واقترح الاخوان الاخ الزمزمي رئيس جماعة اجماع. شكرا للاخوان على تفاعل حضرة صاحب الجلالة محمد السادس نصر الله مولاي صاحب الجلالة والمهام. السلام على مقامكم العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. على إثر اختتام مجلس مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة أشغال جلستي العلنية للدورة العالية لشهر فبراير 2022 يتشرف خديم الأعتاب الشريفة رئيس مجلس المؤسسة أصالة عن نفسه ونيابة عن كافة أعضاء المجلس وسكان عمالات الرباط سالا والصخيرة تمارا قاطبة بأن يتقدم إلى السدة العالية بأسمى عبارات الولاء والإخلاص والتشبث بأهداب عرشكم العلوي المجيد. مولاي صاحب الجلالة، إن خدامكم الأوفياء أعضاء المجلس يغتنمون فرصة اجتماعهم ليعبروا لجلالتكم على حرصهم التام لخدمة مصالح رعاياكم الأوفياء بموجب هذا التجمع السكاني من ربوع مملكتكم السعيدة، مستلهمين خطط عملهم ونهجهم من توجيهاتكم السامية للرقي بالخدمات المقدمة لساكنة مدنهم في مجال النقل الحضاري وفي مجال توزيع الكهرباء والماء الصالح للشرب والتطهير السائل وفي مجال تدبير مطرح النفايات لأم عزة، مؤكدين لجلالتكم تجنده الكامل وراء قيادتكم الحكيمة حتى تحققوا لشعبكم ما يصبو إليه من تقدم ونماء. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وسدد خطاكم ووفق مسعاكم وأقر عينكم بولي العهد الأمير الجليل مولاي الحسن وشد أزركم بسلوكم صاحب السمو الأمير صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الرشيد وكافة الأسرة الملكية الشريفة، إنه تعالى سميع يجيب الدعوات. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. حرر بالرباط بتاريخ جوج رجب 1443 الموافق ل 4 فبراير 2022 خديم الأعتاب الشريفة عمر سنتيسي رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات العاصمة. السلام عليكم.